المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن فورينوار بدون فول. سأحتاج في المقادير بالنسبة للكيك سنحتاج إلى 4 بيضات، كأسان ونصف من الطحين، نفس هذا كأس ممكن استخدام أي كأس توفرون عليه في المنزل، أو تقريبا لدي هنا 250 غرام من الدقيق، كأس من الحليب تقريبا 120 ملل من الحليب، كأس من السكر 120 غرام، كأس من الزيت 120 ملل، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، 14 غرام من سكر الفانيلا، و 14 غرام من خميرة الحلويات. في إناء نضع البيض، فهو نفس مقادير الكيك العادي ولكن كمية الطحين هي التي تكون ناقصة لأنها تطهى في المقلاة وليس في الفرن. 4 بيضات، نضع عليها السكر، نخفقهم مع بعض حتى يمتزج السكر مع البيض، نضيف بودرة الكاكاو مع سكر الفانيلا، الحليب، الزيت، الدقيق، وأخيرا خميرة الحلويات. نمزجهم مع بعض جيدا حتى يمتزج الدقيق ونحصل على قوام كيك. يجب أن نخلطه جيدا حتى نحصل على كويرات من الدقيق أو كذلك الكاكاو. كما تلاحظون أنه أخف من قوام الكيك، كما تلاحظون يكون بهذا الشكل. نمر الآن لتجهيز المقلاة. نأخذ مقلاة خاصة بالكريب، نضعها على النار متوسطة. الآن سنضعها على النار هادئة بعدما أصبحت المقلاة ساخنة جدا. نضع فيها قليل من الزبدة حتى لا يلتصق الكيك بهذا الشكل، ونأخذ الكيك نضعه مثل ما نضع الكريب. هنا سأضع مغرفتين بهذا الشكل لأن فيها الخميرة سترتفع أو ستضاعف حجمها. نبسطها قليلا حتى تأخذ شكل المقلاة. بهذا الشكل ونتركها على نار هادئة حتى تطهو الكيك ويصبح سطحها جاف. نستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية العجين الذي لدي. بعد أن جهزت الكيك أخذت 3 قطع تقريبا، ولدي 3 قطع الكمية التي صنعتها. سنحتاج أيضا بالنسبة للتزيين إلى القشدة الطرية، قمت بصنع شكل كريم شانتيي. هنا لدي قهوة، قهوة سريعة الذوبان، ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان في كأس ماء ساخن مع ملعقة كبيرة من الكاكاو. وسأحتاج إلى 300 غرام من حبل الملوك أو سيريز. نأخذ صحن تقديم، نضع عليه القالب الذي يفتح بهذا الشكل، نضعه في الأسفل، ونأخذ أول قطعة كيك أو جينواز ونضع عليها قهوة
قهوة أو مثل هذا الخليط الذي صنعته، أو ممكن استخدام عصير الليمون أو الحليب، هنا يبقى لكم الاختيار. من المهم جدا وضع سائل على الكيك حتى يكون طري بهذا الشكل، ضع على الجوانب كلها ونضع عليه القشدة الطرية، نضع عليها القشدة الطرية أو الكريم شانتيي، بعد ذلك نضيف سوريز أو حبة الملوك، نقوم بتقطيعه في وسط. بعدما انتهيت سأضع قطعة أخرى من الكيك بهذا الشكل، أضغط عليها قليلا وأضع عليها خليط القهوة والكاكاو بنفس الطريقة التي قمت بها في الطبقة الأولى، أضع عليها قشطة كريم شانتيي، واخيرا حبة الملوك. نستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية الخليط الذي لدي. بعدما انتهيت سأضع الطبقة الأخيرة من الكيك بهذا الشكل وأضغط عليه كذلك، أسقيها بخليط القهوة مع الكاكاو بهذا الشكل، وأضع ما تبقى لي من القشطة أو الكريم فريش على شكل شانتيي، سأحضر سباتول كبيرة تسهل علي عملية بسط الكريمة بشكل متساوي، سأمررها فقط. بعدما انتهيت اقتراح، ممكن تركوها هكذا. سأخذ شوكولا سوداء وأقوم بوضعها بسكين في الأعلى الكيك بهذا الشكل قبل وضعه في الثلاجة. أفضل وضع هذه العملية قبل وضعها في الثلاجة حتى تكون الشوكولا لها قوام قاسي، تعطيه مذاق مغاير أيضا للكيك. جربوها ستعجبكم.
ندخلوها للثلاجة ساعتين قبل التقديم. فورينوار بدون فورم بعد ما كتوجد فهي كتجيب هذا الشكل هذا. بعد ما خرجتها من الثلاجة حيدتها للكادر وزينتها بشوية ديال لي سوريز من الفوق كتجيب هذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوها وتنال إعجابكم لأنها كتجي جديدة بزاف وفي نفس الوقت سريعة وما كتاخذش الوقت. إذا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا جيم وإلا بغيتوا اليوم تصوبوا جديد ديال تابوناو فلاش. نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.